بعد التعثر في عين مليلة كان لزاما على مولودية الجزائر التدارك سريعا والعودة إلى سكة الانتصارات من بوابة وداد تلمسان الذي أسال العرق البارد لزملاء حشود. بداية المباراة كانت للمولودية عن طريق ربيعي الذي سدد كرة صاروخية أبعدها الحارس الصوفي بصعوبة. مد المولودية تواصل هذه المرة بالخير يتلقى كرة في العمق من إبراهيمي بالخير وجه لوجه، كرته لم تكن قوية. عكس مجريات المباراة وداد تلمسان وبهجمة منظمة تصل الكرة إلى عيشي وبتسديدة قوية يباغت الحارس شعر، هدف استحق الإعادة. فرحة وداد تلمسان لم تدم طويلا، دقيقتان بعد ذلك سعد يرتقي فوق الجميع وبرأسية محكمة يعدل النتيجة. في الدقيقة الأخيرة كاد طويل أن يفعلها مرة أخرى ويعطي الأسبقية للأزرق لولا تدخل شعال الذي أبعد الكرة للركنية لتنتهي المرحلة الأولى بالتعادل الإيجابي. في الشوط الثاني ومن أجل الحفاظ على نقطة التعادل على الأقل أغلق عمراني كل المنافذ، ما أجبر زملاء حشود على التسديد من بعيد لكن بدون جدوى. تغييرات نغيز أنعشت الخط الأمامي ليأتي الخبر الصار لأنصار المولودية في الدقيقة 67 عن طريق حشود الذي تمكن من تسجيل الثاني بمساعدة المدافع. هدف أخرج الوداد من منطقته ليعود عيشي مرة أخرى وبتسديدة هذه المرة كانت خارج الإطار. زملاء عيشي ضغطوا على دفاع المولودية الذي تراجع، فرصة لم يستغلها أشبال عمراني عندما غابت اللمسة الأخيرة في كل هجمة. لتحقق مولودية الجزائر فوزا هاما أمام وداد تلمسان الذي قدم مباراة في المستوى بتشكيلة شابة